أكد البيان الصحفي للاجتماع الوزاري 31 للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والدول المنتجة من خارجها أوبك بلس، أعلنت عن تعديل مستوى الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها بزيادة مقدارها 100,000 برميل في اليوم لشهر سبتمبر 2022. هذا وعبرت أوبك بلس عن قلقهم بشكل خاص من أن عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج سيؤثر على توافر الإمدادات الكافية إلى السوق في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023. هذا ويشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة أوبك وغير المشاركة في اتفاق أوبك بلس وبعضهم الدول أو بعض الدول الأعضاء في أوبك وبعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس من خارج أوبك.